اضحك بقى. السلام عليكم. ايه اللي عندك ده بقى؟ والله عندنا جدعان. جدعان. احبابي في الله، النهارده هنصور لكم من قلب الحراج واسعار الحري والحبس ما شاء الله تبارك الرحمن، واضاحي جميله جدا جدا واسعارها تعجبكم، من 1100 و1200 و1300 هتقدروا تضحوا ما شاء الله تبارك الرحمن. اولا صلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بدايه الفيديو، ما تنساش لايك وشير، الله يجزيك بالخير، ولو ما كنت اشتركت اشترك في القناه واللايك بتاعك الحلو، هستحلفكم بالله ما تنساش اللايك. بينا على الفيديو بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعيني الكرام. وادي هيت ده نوعه ايه ده ما شاء الله؟ حري. حري. السن كم؟ جدع ثاني رباع. جدع وثاني ورباع. في عندنا موجود الاسعار طيب ما شاء الله. الاسعار 1000 1400. دي سعره كم ده؟ 1300 دي 1300 ريال. الله. يوزن كم ده؟ يوزن 25 حول. ضحيه. ضحيه ما شاء الله تبارك الرحمن. رقم الجوال كم طيب؟ رقم الجوال 058. هذه متابعيني الكرام هنخلي رقم الجوال. هذه حراج مدينه الحبيب ما شاء الله. 058 14 15 51 00 00 02 متابعين الكرام، وده هوت ممكن تضحي من 1200 و1300 و1400 ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله. في ارخال حيل رباع سديس ما شاء الله ضحايا 1100 1950 على حسب 950 في موجود برضه ما شاء الله طيب. ما شاء الله ماشي يا عم. الله يرزق يا رب. السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا عم؟ اخبارك ايه؟ خير. ده نوعه ايه ده؟ هذا نجدي. نجدي. ايه. اسعارها ايه طيب؟ 2550. 2000؟ جدعان. جدعان. ايه. بيوزن كم ما شاء الله؟ يمكن 25 25. وده هو يا جماعه دي نجدي. نجدي جدعان. نجدي جدعان. ايه ضحايا وافي 8 شهور. 8 شهور. ايه 8 شهور. وافي الاضحيه ده؟ وافي. وافي ما شاء الله تبارك الرحمن. سعره؟ 2550. 2550 ما شاء الله. يوزن كم ما شاء الله؟ يمكن 25 وطالع. صافي صافي بعد الدبح يمكن يكون ما شاء الله. احنا ما وزناها لكن كذا مغدرين. طيب في رقم جوال طيب؟ والله ما عندنا رقم جوال. بالله رقم بالله رقم جوال. يا شعب الله يرزقنا وياك يا رب. الله يرزقنا وياك يا عم. وده ايه بقى؟ هذا مو عندنا، هذا رابع ما شاء الله تبارك الرحمن. ده حري. سعره كم؟ هذا ما تضحي دي ما تضحيش، دي صغير ده ما تضحيش. صغير ما تضحي، هذا يضحي. ده يضحي ده. هذا 1600. ده سعره كم؟ 150 1600 1550. 1600 1550. حبسي حري. في رقم جوال طيب؟ رقم الجوال 057 057 813 813 837 4 837 4. هذا يا جماعه هو ما شاء الله الحر الجميل ده. سعره كم ده اللي هو عليه الاضحيه؟ هذا وهذا 1500. 1500؟ ده جدعان طبعا. جدعان الله الله ما شاء الله. الله يبارك يا عم. الله يجزاك خير. كل عام وانت بخير يا عم. السلام عليكم. نعم؟ لا حر الرابع. ده ايه ده؟ انواعه ايه ده؟ حري. ده حري. اسعاره ايه؟ سعره 550 5607. جاهز الاضحيه كله؟ كله ضحايا ما شاء الله. الله يبارك عم. لا اله. السلام عليكم. كيف حالك عم؟ ايه الحاجه الموجوده دي؟ في ارخال في الطليان. في ارخال. ارخال بنات يعني. ايه الارخال دي يا جماعه يعني نتي. ايه اسعاره ايه طيب؟ 1400 1500 1400 و1500 و1350. الله الله ما شاء الله. الطليان 2100. الطليان 2100 دي الذكوره. ايه ما شاء الله. الله يوفقك. طبعا كله جدعان. في جدعان في ثاني في رباع ما شاء الله تبارك. في رقم جوال؟ ها؟ رقم جوال الله الله. كم؟ رقم جوال 05. وادي رقم الجوال اهوت يا جماعه عشان اللي يحتاج ان شاء الله. 059 89 7 0 2 5 8. ما شاء الله. الله يبارك يا عم. الله يحييك يا عم الحاج. ازيك يا عمده؟ اخبارك؟ ايه الحاجات الجميله دي ما شاء الله؟ مليان نجد وحباصه. نجد وحبس. ايه 1007 1008 1700 1800 على حسب الوزن.
لان فيه 2500 فيه. يعني الاسمر ده ما شاء الله كم؟ الاسمر ده 1850. 1850 وهذا ب 2500 على حسب الوزن ما شاء الله يا جماعه. حسب الوزن ده كله جدعان ما شاء الله. فيه جدعان فيه ثنيان ما شاء الله. الله يبارك عمي. اغلبيتهم جدعان ما شاء الله. دي متربى هنا في المدينه؟ ايه في المدينه هذه. رقم جوال كم؟ 056 056 11 11 39 39 667 667 يا جماعه. ده رقم الجوال اهوت. وكل عام وانتم بخير وان شاء الله من العايدين والفايزين يا رب. اللهم امين حبيبي يا عم. حياك الله يا ابويا. وادي حرج مدينه الحبيب اهوت يا جماعه ما شاء الله. متابعين الكرام الله يبارك يا رب. اضحك بقى. السلام عليكم. ايه اللي عندك ده بقى؟ والله عندنا جدعان. جدعان؟ ايوه. ده ضحايا؟ فيها شيء ضحايا وفيها شيء لا. في سن يجي ضحايا وفي سن لسه. أيوة. اسعارها هي طيب ما شاء الله؟ والله الضحايا يمكن تقريبا 1300 1100. من 1300. ايوه ما شاء الله. الضحايا 1100. اللي ما تجوش فيها الضحيه ب 1000 1200 1100. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك لك يا عم. في رقم جوال طيب؟ رقم جوالك؟ والله ماني حافظ. مش حافظ رقم جوالك ليه؟ ها؟ والله يعني. والله العظيم كفايه الضحكه دي. الله يعطيك. الله يبارك لك. الله يجزاك خير. حبيبي يا عم. وادي احبابي في الله لازلنا في السوق اهوت بنشوف الاسعار. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا نيل تبعك؟ ايوه. تعالى كده يا نيل. ايه هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب. هذا احبابي في الله. كلها طيبة ونظيفة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أسعارها ما شاء الله. 2000 1900 1850. يعني اللي أنت ماسكه ده كم؟ ده 1900. 1900 ده. أيوه نجد. نجد. والأبيض ده؟ كلها ده نجد. ما شاء الله تبارك الرحمن. الأسعار من؟ من 2000 وطالع لفوق. ما شاء الله تبارك الرحمن. كله جدع. كله جدع. الله يبارك لك. الله يبارك لك يا عم. وهذا اللي زلنا هوت يا جماعة. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. ايه الحاجه الجميله دي؟ هذا حفص. الله يبارك لك. الله يجزاك خير. اسعاره ايه طيب؟ والله 1800 1900. من 1800 الله و1900. الوزن كم ما شاء الله؟ والله حوالي 30. حوالي 30 كيلو بعد الدب. ان شاء الله. ما شاء الله. في رقم جوال طيب؟ الله عليك. كم؟ 05 05 813 813 831 831 53 53 على الحياة الجميلة دي ما شاء الله يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك يا رب. الله يبارك لكم يا عمي. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. دي أنواع طيب؟ كله نجدي وحبسي. ما شاء الله. كله جدعان ما شاء الله. الأسعار طيب؟ الأسعار تختلف تبدأ من أقل شيء كم؟ لا 1200 هذه الدبايع. من 1200 الدبايه. من 1100 ل 1200 دي اللي يجوز عليها السن جائز الضحيه. الضحيه جائزه للضحيه اسعارها من 1400 1005 1400 1500 ل 2000. يعني الاسمر ده ما شاء الله كم؟ هذا الاسمر 1600 1600 ما شاء الله. الله يبارك يا رب. في رقم جوال طيب؟ اي نعم. كم؟ 056 056 911 911 58 58 34 34. الله يبارك يا عمي. الله يبارك لكم يا عمي. ما شاء الله ولا زلنا يا جماعه هوت ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ أوه. الاسعار ما شاء الله. ما ادري ليه؟ اهيل انا بس كده؟ الله يبارك يا عمي. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله. السلام عليكم. وهذه ما شاء الله تبارك الرحمن. اسعارها ما شاء الله. الاسعار. الاسعار طيبه ما شاء الله. والله العظيم عشان انت طيب. الله يرضى عنك يا رب. كم؟ يعني 1100. من 1100. والام دي كم؟ من دي 900. 900 ريال. الله يبارك عم يا رب. السلام عليكم. هذا احبابي في الله هوت. السلام عليكم. الاسعار كم ما شاء الله؟ والله كم واحد تبع؟ كم يعني الاسعار اللي عندك دي؟ في ب 1300 وفي ب 1100. من 1100. في ب 1300. كله جدعان طبعا ما شاء الله. جدعان فيها شيء يضحي فيها شيء ما يضحي. طب اللي ما يضحيش كم؟ سعره كم؟ اللي ما يضحيش. اللي ما يضحيش ب 1000. واللي جاز عليه الاضحية؟ 1500 من 1500 1400 1450. في طليان اكثر يجيب 2700. على حسب الوزن ما شاء الله. حسب الوزن. الله يبارك يا رب. يعطيك العافية. الله يبارك لك يا عم. الله يعطيك العافية. وهذا احبابي في الله هوت. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن الاضاحي
اللي جزء هذا نجدي. ده نجدي. ايه. سعره كم ما شاء الله؟ سعره 1550 1450 هذا الوسط. الوسط. ايه. اللي يوزن كبار على 2500 من 2500. ايه 2700 ما شاء الله. في رقم جوال؟ ها؟ في رقم جوال؟ في كم؟ 05 05 3 3 8 0 8 0 6 6 6 6 9 6 3 9 6 3 هذا الله يبارك. هذه خير المدينة يا جماعة، ربنا ما يحرمناش جور الحبيب يا رب. الله يجزاك يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب لا يحرمنا جور الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. المدينة كلها خير ما شاء الله ما شاء الله. هلا عمي كيف حالك عمد؟ كم ده؟ هذا ب 1300 ب 1300 ريال. ايه. الله يبارك. هذا نجدي. ده نجدي. ايه هذا نجدي. كم ده؟ ب 1400 ب 1400 ريال. يعني الاسعار يا جماعه ما شاء الله من 1200 الى 1600 1700 على حسب الوزن ما شاء الله. الله يبارك يا رب. الله يبارك يا عمي. الله يبارك لك يا رب. يا رب. ادي متابعين الكرام، ودي كانت جولة في أسواق الأغنام بمدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والأسعار والأضحية توزن كم والأسعار كم ما شاء الله تبارك الرحمن. أحبابي في الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم وكل عام وأنتم بخير، وما تنسوش لايك وشير. الله يجزيكم بالخير، أحبكم في الله. وده جبل أحد، جبل من جبال الجنة. أحبكم في الله.